شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح من جراء انفجار دراجة ملغمة في بلدة سلوك بريف الرقة. نسيت زلمتي حسب اخويا التصاور، قمت اصيح على اخويا ويقولوا لا زلمتك مو اخوك، اخوك بس متصاور. لقوا هويته وقت الحادثه وجزانه، يقول لي ماني ربيت من دون ابو، ان شاء الله انا محرم ولادي او لو من دحز الله حرم. ماما شنطتي تعرف شفت الدعامش، شفت ولا بعد دولة إيش سويت يا بيتي إيش شاطر شاطر مب شاب موس شاب أربع طيب عمليات. كنا سارحين بالغنم مع عزيب، أنا أسرح بالليل أخوي الصغير يسرح من الصبح للظهر، نروح على الحلبة علبة العصر هو يجي معاهم يظهر هو بالغنم، وعاد احنا نجي نفطر وهذا ونتعشى نصلي صلاة العشاء ونروح له. اي نهار عاد ما جاء راح العصر. جاني العصر قلت والله ما ابي عندنا خضراء وما ابي هذا، يبكي لي يدري التمر. وراح تا يجيب تمر ويجيب غراء، وبي عندنا جاء نعمر، احنا مو طالعين جديد جاء نعمر توال. قلت له هات لنا زاد حجره معاك. قال انا رايح اجيب خضره واجيب حجرة للتوالة. ابنه يبكي يريد تمر ما يسلك عن التمر، كان مريض بالمشفى وراح تا يجيب له. وما رحنا عاد احنا ما تنينا، رحنا على الحليب انا وحمايها، رحنا تا نحلب المعز. يوم جينا سمعنا الخبر انه مفجور ومحلات وشي. انا كنت نايم هون، طلعت لقيت انفجار، طلعت لقيت عالم ميتة ويعالم عليها دم، خذوهم سحبوهم على المشفى. والانفجارات هاي مو اول مره، على طول تصير انفجارات وشغلات. اسحبوا 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 عندك فيديو يا اخي. انا نسيت مو يعني شيء ابدا من شيء، نسيت زلمتي حسب اخويا التصاور، قمت اصيح على اخوي ويقولوا لا زلمتك مو اخوك، اخوك بس متصاب. لما رحنا ما لقينا شيء، لقينا بس اثاريهم، ما لحقنا منهم شيء. رحنا عاداني وما نركض ما لحقنا شيء. انا مو رحت اول الحادث لقيتهم شايلين، لقيت التمر والبندوره شافت اهل الشارع كله مرميه بالارض التمر وكل شيء. حتى انا وصيت حشاك على حذاء، جايب الحذاء وراميه وقراضه كله ماشي، وما الله كتب لي وصلنا. انا رحت المغرب غاد، لقيت الحادثه ولقيت امي غاد وشي، قالوا اخوك مفقود وقت الحادثه مفقود، ما اعرفه هو ميت هو عايش ما اعرف. ركبت امي وركبت شي، ركبت بالمتور ورحت على امنيه، سالتهم قالوا لي اخوك الحين نحقق معك ونشوفه هو ولا لا. لقوا هويته وقت الحادثة وجزانه وتليفون جي سبعة. عاد حققوا معاي انه اخوك شو يشتغل ما يشتغل، قلت لهم يعني كان عامل يعني. اخوي يشتغل بالشوندر ابو المحلات حمود، يظل يشتغل عنده على طول، يقول يعني اخر ما نفعل براني يجي عويد يشتغل، احنا حالتنا ضعيف. ولما صار عندنا معز هسه ولد معزنا وقمنا نبيع حليب، وهو يسرح يروح على السوق يجيب اغراض شيء انا اسرح بدال. هذا الهايل هذا الهايل هذا الهايل من روحه هايل، يقول لي ماني ربيت من دون ابو، ان شاء الله انا محرم ولادي او لو من دحز الله حرمه. حيل يعني قلبه طيب وحنون ما عنده مشاكل، لما الله سبحان الله راح.
والوليد بالليل كل صار له كم يوم من توفى الله يرحمه بالليل يبكي ما يقول ابوي معساس يجيب لي تمر شوف ما رجع والله ما حسيت انا ربيته وانا دحشت له لا ابو لا عم لا خال لا كل شيء انا ربيته وانا تعبت عليه والحمد لله جوزته والحمد لله صار له عييه والحمد لله ما عليه او يشتغل ببيته والف الحمد لله فائدتهم ما اعرف اليوم يوم ان واحد يضرب طفل ادمي بريء ما اعرف وش فايت استفادوا وروحوا الطفل عياله صغار ما يعيشون الا بذروته روحوا منهم امه احترمته هو كبير اهله هو يوجه اخوانه يعني اليوم احنا لا تاخذني بالكلام صار صرنا ده يعني ما عندنا احد وين بدنا نعيش ولاد صغار هم لمنهم يعني قاعد يضربون وشي يضربون المدني مو ضاربين عساكر قاعد يروحون اللي اطفال ما لها ذنب تروح بها وشباب وعيالهم صغار Thank you.